بيخليك في صدارة الدوري، بيبعدك عن أقرب المنافسين. فوز يعتبر انا بشوفه يمكن هو مش بمجهود كبير قوي، باقل مجهود، ولكن دي سمه الفرق الكبيره ان انت ما بتفقدش اي نقط. دي حاجه مهمه جدا في ظل تتابع المباريات. بتسجل 5 اهداف وبتوصل للهدف رقم 33 في 11 ماتش، يعني معدل 3 اهداف في المباراه الواحده كاقوى خط هجوم. مش بس كده، ده يمكن من سنين النادي الاهلي ما كانش بيعمل الهيفي سكور ده. الهيفي سكور احنا عملناه، ده المره الخامسه اللي نعمله. يعني ايه هيفي سكور؟ يعني تلات اكتر، يعني انت النادي الاهلي بيكسب 3 اهداف او اكتر. اتحققت النهارده على طنطا 5 اهداف، اتحققت السنه دي قدام اسوان 5 اهداف، اتحققت قدام الجونه 4 اهداف، اتحققت قدام الاتحاد 4 اهداف، واتحققت قدام الانتاج الحربي. يعني كل المباريات دي كسبنا فيهم في فوق الـ3، وكمان كان في مباراتين 3 اللي هو نادي مصر ووادي دجله. فاذا الهيفي سكور دي بتاكد الشراسه الهجوميه الموجوده عند النادي الاهلي والقوه الهجوميه الكبيره. يمكن كمان النادي الاهلي النهارده من ضمن النقطه الثانيه بقى اللي تفوق فيها، ان النادي الاهلي تفوق في كل شيء في المباراه، في الاستحواذ، نسبه دقه الاستحواذ.